أنت لما تكون في هذا العصر وأبنائنا بالآلاف يدرسون برا وبناتنا ومسلمين بالآلاف يتشردون من المظالم التي نزلت عليهم، كيف يفهم الإنسان؟ إذا قالوا لنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنا عندي على اليوتيوب محاضرتين أو ثلاث بعنوان لا عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووقفت مع الإنسان. يا شباب أنت تقول لي إنسان القيم، وهو يقول لي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي عن أي إنسان تتكلم؟ لأن هذا الإنسان له ثقافة، وهذه الثقافة تقف وراها عقيدة أو منظومة ورؤية إدراكية كاملة للإنسان والكون والحياة والذات والحضارة والتقدم والتخلف والخطأ والصح، وما هو مقبول وما هو مرفوض، وما هو حسن وما هو قبيح. نرجع، أنتم ثقافة إنسان ميكيافيلي صاحب كتاب الأمير اللي الحكام يحطونه تحت راسهم قبل لا ينامون شلون يمكرون بالشعوب. هذا الميكيافيلي في كتاب الأمير الذي ينص كن كالثعلب أو الأسد، أي بخصائصهما إما مفترسا أو مكارا. ميكيافيلي يقول يجب أن لا نفرق بين الواقع كما ينبغي أن يكون وبين الواقع كما هو، ركز على الواقع كما هو وتعامل معه واستثمره حتى لو كان سيئا، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان مختلا. إذن الواقع هو المرجعية ومنه يصدر، لا من أفكار عليا قيمة. يعني ميكيافيلي يعتمد على أخلاقيات التكتيك وليس على قيم الثبات. احنا نؤمن بقيم الثبات. عن أي إنسان تتكلم؟ عن إنسان هوبز الاقتصاد اللي ما في واحد يدخل كلية الاقتصاد اللي يعرف هوبز في آخر ثلاث قرون، هذا الاسم الكبير ما هي عبارته في الإنسان؟ تصوره الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، أي أن الأصل هو الشر والاعتداء، والدولة هي دولة التنين يشبهها، أي جاءت لكي تحسم الصراع وتضبط العلاقات الذئبية بين البشر. وهذه الفكرة ينبني عليها تصور للحياة وكيف تتصرف. أم إنسان نيوتن؟ نيوتن مؤمن وأريسي، لكن نيوتن يعتبر أكبر عالم طبيعيات، أكبر حتى من أينشتاين عند أكثر علماء الطبيعيات. هذا الرجل يشبه الكون والإنسان بالساعة، عملية آلية وكأن لا إرادة وكأنك تعيش في حالة جبرية. أم إنسان الفيلسوف اللي درسونا إياه في الكليات والجامعات ويعتبر من كبار فلاسفة أوروبا بنتام، الإنسان الذي يتمركز حول اللذة، من اللذة ينطلق إليها يعود. إنسان جون لوك الفيلسوف الكبير الذي رأى العقل ما في فترة مدروسة حتى يتفاعل معها، إنما العقل صفحة بيضاء تنطبع فيها الانطباعات ويكون هو انعكاس الانطباعات، عطل الإرادة والتأمل وعطل أشياء كثيرة في هذا التفكير. طبعاً ما يخفاكم يا جماعة، سيطر على العالم الإسلامي إنسان ماركس، إنسان الاشتراكيين اللي صارت لهم دول وحكموا ومؤسساتهم طبقت وذبحوا. إنسان كارل ماركس وهو الإنسان الاقتصادي، إنسان يخضع لأدوات الإنتاج، أدوات الإنتاج المصنعية هذه تشكل علاقات إنتاج، والقاعدة مالتهم الاقتصادية إن العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع طردية عكسية. احنا نقول لا، العلاقة قد تكون عكسية لكن ليست طردية. ما معنى الكلام؟ يعني إذا ارتقى الاقتصاد وانتعش المجتمع اقتصاديا يحصل خير ويحصل كذا، وإذا انتكس الإنسان اقتصاديا يروح الخير ويقع الاضطراب وكذا. احنا نقولهم صح، الفقر والجوع والنكسة الاقتصادية تؤثر عكسيا، لكن من قالك طرديا أن كلما ارتقى الاقتصاد ارتاح الإنسان وحقق أمنياته وانتصر على رغب؟ لا يا حبيبي، انظر إليه ينتصر اقتصاديا ويستعمر العالم ويهلك الحرث والنسل، وكما أقول دائما يحول أفريقيا وآسيا إلى مقلب نفايات وتجارب نووية. مو صحيح. أي إنسان تريدون؟ إنسان أشهر فيلسوف ملحد هز أوروبا وهز قناعاته وهز حداثتها اللي هو فريدريك نيتشه اللي توفى سنة 1900، صاحب كتاب هكذا تكلم زرادشت، صاحب مقولة موت الإله. هل هذا هو الإنسان
الذي تريدونه، فلسفة القوة. والضعفاء ذيلا أصلاً ما فيهم أخلاق ولا شيء. إذا شفت أخلاق الضعفاء وتواضعهم وحنيتهم لأن ليست لهم قوة، ولو كانوا أقوياء لكانوا كالشرسين والمنتصرين الأقوياء. أي إنسان، إنسان فرويد اللي تعلمناه في المدارس على أن ما يقوله حقيقة علمية، الإنسان لا يستطيع أن ينفك عما تربى عليه في الطفولة وغرست فيه، جبرية. ثم المحرك الأساسي هو الغريزة الجنسية التي فاعلة الدافعية الأكبر عنده. تلميذ يونغ ما وافقه، ولكن ذهب وألغى الفردية ودمجها في الاجتماع، هون من قيمة الشخص. واقرأوا محمد قطب في كتابة دراسات في النفس البشرية كيف تكلم عن أي إنسان. هذا الكتاب يشخص لك إنسان القرآن، هذا الكتاب ماله، وكتابة دراسات قرآنية، وكتابة منهج التربية الإسلامية. هذه الثلاث كتب تبين يعني الجانب التربوي العميق مقارنة بما يقوله الآخر عن الإنسان المسلم المتكامل، عقل ونفس وجسد. والنفس تطلق أحياناً على الروح ويفرقون بينهم، لأن في إشكال كبير يا الشيخ الهاشمي. من هو الإنسان؟ هذا سؤال ما هو سهل. ذات في بدن، هذا بدن كونتينر. ما هي الذات؟ الذات أربع جواهر: العقل جوهر، النفس جوهر، الروح جوهر، الفؤاد جوهر. أربعة في واحد تشكل الإنسان. طيب ما الفوارق بين هذه الأربعة؟ هاي تحتاج إلى مو بس محاضرة، ورشة نقاشية. أم إنسان آدم سميث أبو الاقتصاد، الذي إنسانه الذي يخضع للعرض والطلب ولليد الحقبية التي تحركه الاقتصادية الدينامية. إنسان ديفيد هيوم، إنسان ألغى الذات، قال ما في ذات أصلاً، ما في ذات إنسانية، والإنسان يتحرك بعلاقات الاجتماعية الجبرية تؤثر عليه من ثلاث أطراف، مو هذا وقت شرحها. أم إنسان داروين أنه هو والقرد شريكان من مصدر واحد؟ طبعاً يا جماعة يا شباب، أحياناً لما نناقش بعض الماديين المسلم يغلط، يقول كيف أصدق أن الإنسان أصله قرد؟ داروين لا يقول الإنسان أصله قرد، داروين يقول الإنسان والقرد من أصل مشترك واحد. تفريع بس، ولكن لما قال أنه مع القرد من أصل مشترك واحد هون من قيمة الإنسان، وصارت له الانعكاسات الداروينية الاجتماعية الواسعة. هذه النظريات يا جماعة اللي قاعد نقولها، يمكن تقول إحنا شكوا في هذه، هذه انعكست في الاقتصاد، انعكست في الرواية، جزاك الله بالخير شيخ، انعكست في الأدب، انعكست في العلاقات الاجتماعية ونظرة الإنسان لأخيه الإنسان، انعكست في السينما، انعكست وتشربت في الحياة. في القرن التاسع عشر هذا المخاض الفكري لازم يبرز على الساحة نظريات لها حضور اجتماعي قوي.